أيها السادة، نفتتح هذا المهرجان التكريمي بالنشيد الوطني وقوفا ونشيد المجلس الثقافي جلوسا. للدكتور سمير جعجع، سعادة القائم مقام السيدة الأستاذة نجوى السويدان فرح، آباء الأجلاء، أيها السيدات والسادة، أيها الأحباء، أن يقف متكلم في عين كفاع في بلدة العلمين والأعلام والإعلام والأفزاز في الدين والدنيا، وأهلها هم من أهل الكلمة وأربابها وأسيادها وأصحابها وربما من شياطينها، فوالله لأمر فيه خوف وحرج أن يقف خطيب أمامكم أيها الأدباء والشعراء والمنتدون، وأنتم من أرباب من أصحاب المنابر والمحابر، أنتم الضالعون في الضاد واللاهثون
وراء كل فصاحة وبلاغة وبيان، والمنكبون المنقبون عن كل بينة ورأي وخبر وفكر وفقه واجتهاد سديد. فوالله يا صديقي وليد، لأمر فيه أيضا خوف وحرج، ولكن الخوف والحرج أيها السادة يسقطان وتسقط قواعد الأعراب من صرف ونحو وبيان عندما تكون الوقفة للتعبير عن عاطفة صادقة ومخلصة، عندما تكون شهادة حق لكبير من عين كفاء، لكبير من جبيلانا، لشاعر وأديب وكاتب وخطيب ومعلم ومرب ومؤلف وناشر لكلمة الحق والخير والجمال الدكتور عصام الحداد. هذه فسلام طيب العطر والشميم من الدكتور حداد إلى هذه الوجوه الوطنية، إلى هذه الهامات من القامات والمقامات الفكرية والشعرية والأدبية والإدارية والسياسية والحزبية والنادوية والأهلية، إلى هذه الشموس والبدور تتلألأ الليلة في فضائه قاعة ما روحانا كتلألؤ الثريات والنيرات في كبد السماء. فأهلا وسهلا بكم باسم المجلس الثقافي في بلاد جبيل، وباسم اتحاد الكتاب اللبنانيين، وباسم نادي العلمين في عين كفاع، أرحب بكم. هذه الضيعة عين كفاع، وكما أسميتها يا عصام في كتابك عين الملتقى، قصتها أعرفها، فهل تريدون أنتم أن تعرفوا قصتها؟ لقد شاء رب الكون والتكوين وهو في يومه السابع يستريح أن يهب الأرض هدية خلقه ومخلوقاته، فكمش عن كتف القمر كمشة من ترب وشجر وحجر، وباركها ورماها، فاستدارت بإرادة باريها لتستقر شامة على خد وطن الخير والحب والجمال، لتستقر شامة على خدك يا وطن المفدى يا لبنان. هذه الضيعة الطيبة أنبتت إنسانا طيبا أخرجته من لدنها ولونته باخضرارها وميزته بهدوئها وزينته بأخلاقها وحصنته بقيمها، فقام يحمل ريشة وقلما، يحمل منجلا ومعولا، يحمل بذورا ونزورا، تراثا وتاريخا، يحمل همة وهوية، وراح يزرع الفرح في دروبها والبسمة في ورودها والعطر في صباياها والإرادة في شبابها، فإذا بالزنود الفتية تشابك الزنود القوية، وإذا بالقندول يجاور البلان، وبالطير يبيت هانئا، وإذا بعصام حداد منذ نعومة أصفاره يحمل هذا الجمال كله، يحمله
كاتبا وناثرا وشاعرا كما تحمل النحلة الأريجة لتصنع الشهد ومن ثم العسل. هذا العصام حداد ما تسكع يوما بشعره وأدبه عند باب سلطان، أو انحنى لصاحب تيجان، بقي أبي النفس كأرز لبنان، عنفواني الموقف كشجر للذاب. والله والله أيها السادة، لو أن المثقفين والأدباء والشعراء صانوا علمهم وشعرهم صانوا علمهم وشعرهم كما صانه عصام حداد لسادوا أهل الدنيا، ولكن وضعوه في غير موضعه فقصر في حقهم أهل الدنيا. يقول الأحنف بن قيس: كاد العلماء أن يصيروا أربابا، وكل ملك لم يؤكد بعلم بشعر بأدب فإلى ذل ما يصير. وهذه هي المحيطات تحيط بنا، تسقط العروش والملوك يسقطون لأنهم لم يستعينوا بشاعر من هنا أو كاتب من هناك، بل تسلطوا واستبدوا وأساءوا في حبهم. أيها السادة، أيها الصديق عصام الحداد، لست مستحقا أن أغوص في دررك الغاليات، ولا أن أتحدث عن مؤلفاتك في النثر وفي الشعر، ولكنني بمقتدر أن أتحدث عن صفاتك وأخلاقك ومزاياك، عن صفاتك الحميدة وأخلاقك النبيلة ومزاياك الجميلة، عن كدك وجدك واجتهادك، عن عصاميتك ومناقبيتك ورسوليتك، وعن وفائك ووفائك ووفائك. أيها الشاعر المتألم، يا من تكتب بمداد الألم والأوجاع، وخاصة في هذه الأيام، إن كل كلمة منك تحمل الألم من قلبك ونبضك وفكرك، وكأنني أردد معك: أمات الموت أم ذعر الذعر؟ وظني أنك أمت الذعر وذعر الموت، لا أعادهم الله عليك لسنوات طوال. سلمت يداك وبورك جناك، حسبك تهنئة أنك من زلقت إلى الرعاية المظهرية، إلى الأسماء المعلبة والمقامات المحنطة والوجوه المزورة، فاستبقيت كلمتك حرة وشعرك طاهرة ومنزلتك محترمة، وقد جئتنا الليلة بمنتدين هم على شاكلتك، نظافة كف ورفعة جبين وألق أدب وطلة حضور. وها هم السيدة نصراني والأستاذ الشاعر سهيل مطر وفيليب على الأبواب، وهو في قلب الصالة ورئيس المجلس الثقافي. حييناكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المقمرة والمشعة. كما أشكر أخيرا سعادة النائب سيمون أبي رمية على تلطفه بإرساله باقة من الزهر عطرها طيب كعطره كعطر الزهور والأزهار في بلاد جبيل. أهلا وسهلا. يا شاغل الأسماع،
يا شاغل الأسماع والشاشات ومعزز الطلات والوقفات، يا ابن إرث كبير أغنى الفكرة من معجن تاريخ نبيئتات، يا ابن عين كفاع طيب الذكر بيكبر باسمك والتحديات، التعريف عنك بحصره بالشكر بيكفي وجودك يا ابن عبود اللي بيزين التفكير بالحزان. تفضل. ممثل غبطة البطريرك الماروني، سعادة النائب، الفعاليات السياسية والإدارية والقانونية والاجتماعية والإعلامية، أيها الأصدقاء، من الجبل الملهم أتى وفي الجبل الملهم وإلى الجبل الملهم يكتب، ونحن صغار كنا نعجب لرجل وبرجل يجلس تحت سنديانة وارفة الظل، واسعة الصدر، دافئة القلب، أسماها وأسميناها معه الأيكة، يجلس في أفيائها ليفكر أو ليكتب أو ليروي أو لينشد، فكأنه صار منها وكأنها صارت منه، فالأيكة ليست أيكة إن لم يكن جالسا في حضنها، وهو ليس هو إن لم يكن متصدرا مجلسها، راويا أقاصيص ومستعيدا أبياتا من الشعر، وهو ليس هو إن لم يقرأ لنا تحتها في كتاب الضيعة حينا، فتبدو لنا مرايا السماء وتتجسد أعياد الجمال، وهو ليس هو إن لم يغص في ذاته الموجوعة فتتراءى أمامنا معه جداول الفيروز مبرزا من جراحه ما يطيب له أن يبرز. هكذا هي صورته في وجداني، رجل من حبر وورق، من تراب وسنديان، بل رجل مزروع في نسيمات عين كفاع وفي شميم زيتونها وفي عطاء كرومها وفي صوت حسونها، ولتأكيد المؤكد وليس للتعريف فإن اسم هذا الرجل عصام حداد. إذن من الضيعة الملهمة يأتي عصام حداد، وفي الضيعة الملهمة وإلى الضيعة الملهمة يكتب، وككل الشعراء الملهمين موجوع هو ومتألم، وألمه ووجعه منغرزان عميقا في الذات وإن كانا غير بارزين تماما، فكأني به اعتاد الألم حتى صار صديقا له، بل كأني به أدمن الوجع حتى صار لا حياة له من دونه. لذا يبدو الفرق كبيرا وشاسعا بين ما يقوله عصام حداد وبين الأسلوب الذي يعتمد لإيصال ما يريد أن يقول. مضمون كلامه باختصار نابض بالنقمة، مستعر بالغضب، هادر بالثورة، أما أسلوبه فجمالي بامتياز، متأنق مشغول على مهل بكلاسيكية مفرطة، بحيث تشعر أن ثمة انفصاماً بين عفوية النقمة وعشوائية الغضب وفوضوية الثورة من جهة، وبين الانبهار بالكلمة وجمالية التعبير
وتأنق الأسلوب من جهة ثانية. ومصدر هذه الإزدواجية في رأيي أن عصام حداد في التجربة الحياتية هو غيره في التجربة الكتابية. في الحياة هو ابن ذاته، ابن وجعه وألمه، هو ابن ما شاهد وما رأى وما عاش ومن عايش. أما في التجربة الكتابية فهو ابن كبير من عين كفاع لم نفه إلى الآن حقه، وآمل أن فيه يوما هذا الحق عنيت الخوري يوسف الحداد. فمن المدرسة الحدادية، من المدرسة الحدادية التي علمت جبران خليل جبران كيف يكتب وكيف يكون، نهل عصام حداد. وفي المدرسة الحدادية التي حددت لعين كفاع هويتها وخصوصيتها وشقت لها حضورا في فضاء الثقافة اللبنانية تتلمذ عصام حداد. إنه بهذا المعنى ومن هذا المنطلق ابن كتاب النجوى، أي ابن اللغة العربية الكلاسيكية، مضافا إليها الروح اللبنانية الحق، وهي الروح التي أسبغت على جسد اللغة العربية جمالها وسحرها وألقها، بل هي التي حددت لهذا الجبل القاسي الصعب الممانع أن يكون رائدا في النهضة العربية الحديثة. فإذا لبنان بوديانه وجباله وأنهره بصوامعه وكنائسه وأدياره المهد الثاني الحقيقي للغة العربية الشديدة المضطهدة. هذا في اللغة وفي الشكل. أما في المضمون فإن عصام حداد لا يستطيع إلا أن يكون شاعراً. للوهلة الأولى قد يغشك إذ يعطي لبعض مؤلفاته صفات تبعدها عن الشعرية، كما في توصيفه كتاب مناجم وأهراء مثلاً بأنه أقاصيص ضيعوية. لكن غشه إياك سرعان ما يتبدد، لأن الشعراء وإن كانوا إجمالاً في كل واد يهيمون لكنهم لا يعرفون كيف يغشون، وإذا غشوا للحظة فإن غشهم لا يستمر ولا يدوم. هكذا نكتشف وقبل أن نتصفح كتابه أن محتوياته ليست أقاصيص حقا. كيف؟ عصام حداد بالذات يعترف بذلك، فعلى الغلاف يصف كتاباته بأنها أقاصيص ضيعوية، لكنه يقر في الإهداء أي بعد صفحة واحدة فقط من الغلاف بأن ما يقدمه إلى القارئ خواطر هي ثمرة روحه وقلبه، ما يثبت مرة جديدة وباعترافه الخطي الصريح أنه لا يستطيع إلا أن يكون شاعرا حتى في نثره. لكن ميزة هذا الشاعر أنه لا ينغلق على ذاته ولا يسيج نتاجه بشرنقة الذات. عصام حداد يكتب شعرا في أربعة أمور: في المرأة، في القرية، في الوطن، وفي الإنسان. وهو في هذه المستويات الأربعة يغرد دائما خارج السرب. هو يركض وراء المطلق، ينشد المثال، يريد المستحيل، يطمح إلى الأحلى والأنقى والأنضر والأبهى، فيما الحياة غير مثالية والواقع قاس، وفيما الدنيا للأسف تضج بالتفاهات وتحكمها البشعات
وتتحكم في أبنائها الخيبات. وبعد يا دكتور عصام، يا عاشق كل جمال، اسمح لي أن أعترف لك أني أحسدك. فغير قليل أن يعيش الإنسان في هذا العالم كأنه ليس منه، وغير قليل أيضا أن يرى الإنسان كل بشعات الواقع، وأن يرفض رفضا قاطعا أن يتبشع أو أن يشارك من قريب أو من بعيد في هذه البشاعة أو أن يسكت عنها. فهنيئا لك، هنيئا لك هذه النعمة، وهي تهنئة أحملها إليك ليس مني شخصيا فحسب، بل من جميع أعضاء نادي العلمين الذين أحبوا الليلة أن يشاركوك التكريم لسببين. أولا، لأنك أعطيت قريتك ووطنك بسخاء وحب حتى نسيت نفسك أحيانا، فغير كثير أن نبادلك بعض هذا الحب. وثانيا، لأنك أعطيت هذا النادي من فلذات روحك وكنت من المؤسسين له، لذا جاء البناء على صخر فلم تقوى عليه الرياح والعواصف. فمنا جميعا إليك تحية، من نادي العلمين ومن أرض العلمين ومن أبناء العلمين. وأسمح لنفسي أن أزيد فأقول، بل تحية من العلمين بالذات، لأنك فيما كتبت وفيما ألفت وفيما حبرت وفيما أنشدت كنت خير خلف لخير سلف، فحملت المشعل ولم تسمح له أن يخبو. فإذا بعينك فاع، إذا بعينك فاع الخوري يوسف الحداد ومضون عبود، تبقى كما تريد لنفسها أن تبقى مهد الكلمة وضيعة الأدباء والشعراء والمبدعين. أيتها المتألقة في الأدب والشعر، والمتأنقة في الإلقاء والارتقاء، هي الدروب الآتية إليك من الكروم وسهل الزيتون، وهي البلابل والحساسين تسترق النظر من خمار عشيات عينك فاع، لتشاهد فراشة مزينة بألوان فجر مشمش ترفرف بجناحين معطرين بالطيب، بطيب عنايا ومار شربل، وطيب لحفد ومار أصطفان. وهل تسألونني بعد عن الشاعرة والأديبة وعضو المجلس البلدي في بلدية مشمش؟ والمنبر هنا ينهرني وينكزني أن اصمت واخرس ودع طلة الجمال وطلة القوام وطلة الشعر وطلة النبرات تحاكي العشيات الحلوة في عينك فاع. فهل عرفتموها يا سادتي؟ صدقت يا من قلت، صدقت يا من قلت وهل يخفى القمر؟ وصدقنا ونحن نقول
لو كان النساء كمن وصفنا لفضلت النساء على الرجال. أيتها الشاعرة فيكتوريا سلموني نصراني، تعالي إلى المنبر وأطل منه قمرا وبدرا في ليالي الشعر الدافئات، في ليالي عين كفاع الباقيات والمخلدات. لك المنبر. تفضل. أنا بدي مرق خبرية صغيرة. شهادتك عمل مقابلة مع فخامة رئيس الجمهورية بنيويورك، وألح رئيس الجمهورية على وجوب وضرورة إشراك المرأة في الحكومات، طالما كنا من 30 سنة عنا نسبة من الحكومة سبقتنا دول عربية. أنا بدي حملك رسالة زوادة بتاني مقابلة بتهديها على فيكتوريا سلموني، تكون وزيرة بكفاءتها بخلقها بخلقها وبكل ما تتمتع به من شعر وأدب وثقافة. مساء الخير. يمكن من بعد كلمتك استاذ جورج الصمت أجمل من ألف كلمة يمكن أقولها. أنا بشكرك وبشكر حضوركم يا أصدقاء عصام حداد وأصدقاء الشعر والأدب. كنت في الثانوي الأول الفرع الأدبي، وللأمانة بدي حيي أستاذ سهيل مطر، علمني كيف حب كيف اكتب الشعر. كنت في الثانوي الأول الفرع الأدبي حين أصدر الدكتور عصام حداد ديوانه الثاني من جراحي، أي أني كنت في عنفوان مراهقتي، وقد طالت وهي المرحلة الجميلة بما فيها من أفراح وأحزان، من ابتسامات ودموع، من أحلام وانتكاسات، من مثاليات وخيبات، ومن غرام وانتقام، وغير ذلك مما تحياه المراهقات ويحياه المراهقون. بعضه يبقى في ثنايا الذاكرة مبتلاً بأنوار الحنين الشفيف، يستعاد فيعاش فتنتعش الحواس ويعز العمر، وبعضه يطويه فراغ النسيان فيذبل وييبس وينتثر كما لو أنه لم يكن. إنها الأيام، إنه العمر، إنه النضج، إنها الثقافة، الخبرة، التجربة، وقانا الله منها، بل زينها صقلها فبدت ضرورة وأحيانا ضرورة الضرورات. فيها نندفع، لا ترون، لا تراجع، لا ندم إلا بيننا وبيننا. الندم العلني اعتراف بالخطأ، انكسار، والمراهق لا يحسب أنه يخطئ. كنت في عنفوان مراهقتي إذن، وما كانت كما سبق فحسب، بل كانت تحسسا للشعر وعوالمه، وكانت التهاما للكتب، وكانت رفضاً وثورة، وكانت بناء عالم مثالي لحياة أقرب ما يمكن من المثال. ووصلني من جراحي، لا أذكر كيف، الأرجح عن طريق أبي مشجع الأول وزارع بذور الجمال على دروبي. التهمت قصائد الكتاب 29 في اشتعال واحد، وما درست ليل ذاك، وسامحني المعلم
لكوني تحدثت في الصف عن كتاب شعر ثوري جديد أعرته إياه بناء لرغبته ولم يعده. سرني الكتاب وهو لا يتحدث عن جراح المراهقين العاطفية، يتحدث عن جراح المواطن الاجتماعية والوطنية بحماسة، يتحدث بفورة غضب، بثورة قصية، برغبة في الإصلاح حقيقية. لكن لو أراد عصام حداد أن يعيد اليوم كتابة هذا الكتاب أو إعادة طباعته، فهل كان ليبدل فيه كلمة أو اتجاهاً أو رؤية أو رؤية؟ يتساءل الشاعر في مطلع الأمان العتيقة قصيدة الديوان الأولى بانفعال وجداني فائر. أستشهد: أيشهد يا رب هذا الوجود وينسل منه وجود جديد وتمحى الحدود؟ أيبقى على هذه الأرض دين عنيد وبيض وسود وناس عبيد؟ ماذا تبدل يا أصدقائي؟ ماذا تبدل؟ ويصرخ في قصيدة تالية: شرقنا المسحوق كالسقط غريب في دياره، ضيعوه ذبحوه بمدى ريش جناحه، نفروه عن أمانيه وغاصوا بجراحه. ويتابع أيضا: عقموه بتهاويل الشرائع، أجهدوه بالفواجع. وفي ثالثة يقول وفيها حلم كبير: أنا فتحت ضمير العالم الهيمان زحفا للتراب، ورفعت الأرض لله على كف العذاب، حاملا فيها جراحات السنية، علني أمحو ولو جرحا وجرحا من جراح الطائفية وجراح البشرية. أكرر السؤال: هل كان عصام حداد ليبدل كلمة أو اتجاها أو رؤية أو رؤية؟ لا أظن، فالوجود لا يزال عفنا بالفساد مسورا، بالتمييز العنصري الجنسي الطبقي مكبلا، بالجهل الأحمق محكوما، ولا يزال شرقنا يجرح، تتجدد جراحه حزبيا طبقيا طائفيا. وإلى ما من هنا حبي حين ذاك وكمراهقة حالمة غاضبة ثائرة لهذا الكتاب الجراح ولا أزال. ومن الأحلام المراهقة الجميلة أن نلتقي كاتبا أو شاعرا قرأنا له وأحببناه، وقد تحقق حلمي بعد سنوات، فكيف يبدو لي اليوم الصديق الدكتور عصام حداد؟ عصام حداد، قله من السنابل سمرتها والاكتناز، من الحقول خصبها والنماء، من الأشجار ظلالها والثمار، من القمم شموخها والعنفوان، وقله من الفكر عمقه والانفتاح، من الوفاء دفقه والثبات، من النبل شموخه والإباء، من الوطنية صدقها والإخلاص. عصام حداد الصديق الكاتب الشاعر الناقد الباحث، مجموع قيم تقمصت رجلا من عين كفاح. في كل أمسية له أسبقية وجود، في كل ندوة حضوره لافت، لا يتغيب عن حفل أدبي
شعرا ونثرا يحب الجميع والجميع يحبونه، صديق الجميع والجميع أصدقاؤه. عمل على الثقافة ولا يزال، فالثقافة بالنسبة إليه مشروع لا يكتمل. عمل على التربية ولا يزال، فالتربية في مفهومه نحت شخصيات وصقل مواهب ودفع لاقتحام الغد بزاد وفير من المعرفة والإرادة والطموح، مبني على رؤى نقية الوضوح وقيم إشراقية الغلال. عمل على الجماليات شعرا ونثرا ولا يزال، فالجمال في عقيدته توأم الحق والخير والمحبة. أيها الأصدقاء، يا أصدقاء عصام حداد، أصدقاء الثقافة والتربية والحق والخير والمحبة والجمال، هنيئا لنا به صديقا يتنفس الصدق، يحيا الانسجام ويحلول في دروب العمر، دروب الرجاء، حيث العمر نبع دائم الفوران وحب أبدي الانتفاق. عصام حداد، هنيئا لنا بك، إنسانا مثال الخلق والتميز، نحن نستمر نحبك. دور الثقافة عدد حرف جبيل، ما بتقشعوا إلا عصهوة خيل، بيوزع الإبداع بالإبداع وبينقلوا عكل صوب وميل، في كل مجمع فكر عنده باع، بيوصل نهار المعرفة بالليل، زخات إلهام ومطر إشعاع، تجاوز مقام مقام الارض وتعلى الدكتور سهيل بجو نجم سهيل. رغم اني جردي ورغم اني اقف على الصخر، فعندما أصل إلى عين الدفاع أسمع صوتاً يقول لي خفف الوطأ، هنا التراب يتنفس حضارتك، فأكاد أسكت وأقف. ولكن عصام، أخي عصام، هل تذكر أغنية حول يا غنام حول؟ حول يا عصام، تعال تعال نتناسى وننسى ونستأذن هذا الجمهور الحبيب، هذا الحضور الكريم، ونجلس معا على صخرة، على تلك التلة، في عين الملتقى، نتسامر نتحادث ولا أحد يدري ولا أحد يسمع. تعال إلى جلسة مصارحة بموضوعية، تعال إلى جلسة مصارحة بموضوعية، ودعني أسألك 5 أسئلة. السؤال الأول: لماذا أنت حزين؟ لماذا تسيطر عليك غيمة الكآبة رغم أنك تعيش في مهد الآلهة قرب جداول الفيروز على أرض الفداء، وعين كفاع مناجم وأهراق ترابها أغلى من التبر، غنية بأعياد الجمال ومبدعة بمرايا السماء؟ أمر الله
أنا منذ زمان قلبي لكل جراح الحزن مختبر، أما أنت يا رجل ما لنا ولحملة الخناجر، لحملة المباخر، لبائعي الضمائر، لمرتكبي الكبائر، لابناء الفاجرات والفواجر، ألم تقل أنت أنا أهوى كل ثائر؟ دعهم، أطل الربيع وغدا يوم آخر. السؤال الثاني، لماذا تعيش يا عصام مع الفعل الماضي، مع كان، وتقول ليتها تعود، وكأن لا مستقبل ولا غد جميل؟ هل هو العمر؟ تعال نتخبى من درب الأعمار، وإذا هني كبروا يا بونا ونحن بقينا صغار وسألونا وين كنتوا، ليش ما كبرتوا أنتوا؟ من قلن؟ نسينا. واللي نادى الناس تيكبر الناس راح ونسي نادينا. العمر ما بيهم يا عصام، تحدثنا دائما عن لبنان فيروز والرحابنة، القناديل، البيادر، المورج، المواويل، الخوابي، القصعين والغار والزعتر، ودائما تغني مع وديع جبلنا بدمنا ترابه. ضيعتي أنت تقول، ضيعتي منجم الفكر والجمال، ضيعتي مزار الآلهة، بيتنا من طاقته المطلية بالحوارة والشحتار نطل على الكون. لماذا تغني مع أبي شبكة؟ أرجع لنا مكان يا دهر من لبنان، هذا زمان جميل يا عصام ولكنه انتهى، اغتالته يد المدنية المتوحشة. لا تبكي عليه ولا تعش في ذكرياته مع أنه يستحق، إنه زمن البركة والنعمة ورضا الله ورضا الوالدين، ولكن موجع الفعل الماضي، جميل أن نتذكر ولكن الأجمل أن نحلم. تعالى نحلم. السؤال الثالث، لماذا كل هذه الجراح؟ لماذا كل هذا الغضب؟ ألم ترى الربيع العربي كيف يزهر؟ ألم تسمع بعض الزعماء والقيادات تبشرنا بلبنان الجديد؟ ألم تسمعهم يتحدثون بموضوعية وكيف ساهموا في إنقاذ الوطن؟ حرام عليك يا عصام، لولاهم ماذا كنا فعلنا؟ لماذا تغضب وتقول كل شيء عندنا وهم ضياع وكساد، عندنا الله يباع بالمزاد؟ ولماذا تتحدث عن المساخر والهرج العمياء والضفادع ومومياءات الشرائع، وعن قايين ويهوذا وبروتوس، وعن العقارب والأفاعي؟ لا يا عصام، دعنا من كل هؤلاء، نحن لسنا بحاجة إلى زعماء بل إلى عظماء. أهلا وسهلا. نحن لسنا بحاجة إلى زعماء بل إلى عظماء. تعال نفرح، نحن أهل الرجاء وغدا يوم آخر. السؤال الرابع، لماذا كل هذا الحنين إلى الأم، إلى الأب، إلى الجار، إلى ست الحبايب، إلى ختيارية الضيعة، إلى الرعيان والفلاحين ورواد المطاحن؟ أتريد أن تقول أن لبناننا لم يعد ذلك اللبنان الجميل؟ إنها جمار الخطايا. أين ذهب الصدق والوفاء والبراءة والتعاون والحب؟ هل تدعونا إلى السفر والهجرة؟ اسمع اسمع، مع أني عشقت بلادي حتى الجنون وحتى الخطر، كتبت اسمها فوق 1000 جدار، حفرت قلوبا لها بالأظافر فوق ضلوع الشجر، وشمت خريطتها فوق زندي وتحت النظر،
اتخذت مفاتنها قبلة ومصلى، اعتبرت هواها اختبارا حرية وقدر. مع ذلك أقول أريد جواز سفر. لا يا عصام، سنبقى هنا في لبناننا الجميل، وبطاقة الهوية ستنتصر على جواز السفر. السؤال الخامس، لماذا اليأس؟ هم بالسيوف يقاتلون وباليراعي أنا أقاتل. هذا قولك. نعم، يبقى لنا هذا القلم، وكما كرهنا الخناجر بدأنا نحقد على السيوف. كفانا دم وشهداء، رحم الله الشهداء. يا ليتهم شهداء الأرض ما قتلوا، فدا تراب بلاد أو فدا علمي. لو قائد مر يوما قرب مقبرتي لصاح كل شهيد قف أين دم. انتهت الأسئلة يا عصام. يبقى حديث بيني وبينك، لن يسمعنا أحد. تبقى تلك الحلوة، المرأة الجميلة، المرأة الجديدة، أين هي؟ تغنيها أنت، تقول فيق الأجيال، غسلي عن جبهة الشرق، في عينيك حكايات البطولة، أين هي بربك يا عصام؟ المرأة، الماء، الشفتان، الصدر والخفق والشهقة، هي وحدها يا عصام تمسح الحزن والكآبة والغربة والغبار. لا حل إلا بالحب. لا تخف يا عصام، لا تخشى لوما، تعال نغني مع الأخطل. قل لمن لام في الهوى هكذا الحب قد أمر، إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا نصب. شكرا. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. أهلا بسعادة النائب الدكتور وليد الخوري. أسس وشارك ونشط في جمعيات وأندية ومجالس ثقافية وفكرية وعلمية تنطلق من نبذ الصراعات الطائفية، وتدحض تناحر القبائل والعشائر السياسية، وتدعو إلى الولاء لدولة عصرية قائمة على المؤسسات وباسطة سلطتها القانونية على الجميع. المحامي فيليب أبي فاضل ممثلا الليلة لاتحاد الكتاب اللبنانيين، عندما تبدأ بالحديث عنه فأنت لا تحمل هماً ماذا تقول. هو الذي عودنا في المجلس الثقافي أن نسبح في فضائه مترعين بثقافته المتينة ومستنيرين بمعرفته المترامية، وهو الآتي إلينا نبت طيب من المحاماة، الشاهر ما في شرايينه من ذهب القناعات، المالئ كتاب حياته باللآلئ والمتألق من الصفحات، القابض على وضوح الضوء وامتلاء السؤال، القاطع برأيه كالمنجل والمبرئ القروح في الحناجر المريضة والباتر عنق الباطل والظلمة. في هذه العجالة مثلي
لا يستطيع أن ينهض بحق الوفاء للمحامي فيليب أبي فاضل ولتاريخه العلمي والثقافي والنضالي والمنهجي والمعرفي، فالأجمل من حديثه والأبلغ من كلامي كلامه. لك المنبر أيها المحامي العزيز، فتفضل. فلعلي أخطئ، ولذا أخاطبكم بقولي أيها الكرام. عصام حداد بين الكلمة والفعل، بين الكلمة والفعل يدور الجدل الفلسفي كله، فمن الأسبق، الكلمة أم الفعل؟ إذا قلت الكلمة فأنت في المثالية مندرج، وإذا قلت الفعل فأنت مادي الهوى. أما أنت يا عصام فقد جمعت فيك الكلمة إلى الفعل، وعرفت ثلاثية الفعل والثقافة والأدب، فذكرتني بثلاثية الأفلاطونيين الجدد القائلين بالتطور على ثلاث مراحل، ولا سيما مع بيريكلس، كما بالكلاسيكيين الألمان مع ثلاثية هيجل طارحة القضية ونقيضها والمركب. وإذا كانت كل مرحلة من مراحل ثلاثية هيجل تنفي سابقتها، إلا أنه وصل إلى المركب. أما عملك يا عصام فقد عرف الثلاثية المتكاملة بأدوارك الثلاثة، عرف التعليم الجديد في منطقتنا، والأدب الشعر والأدب النثر. عصام المعلم يختار لنفسه اسم الأبجدية ليبعث أبجدية في التعليم المهني، ساعة ما زال التعليم النظري هو السائد، ومدارسنا تخرج حملة شهادات نظرية تفتقر إلى خلق حقول عمل لحامليها، ومدرستك تخرج أصحاب مهارات يوصى عليهم يوم تخرجهم. وإنني أصدقك كيف رويت أن أخوين يحملان شهادتين، الأول شهادة نظرية والثاني شهادة مهنية عملية، فيعمل الثاني ويقصده الأول لإمداده بشيء من المال، في حين إلى حين تلقطه بعمل قد يكون في مجال شهادته وقد لا يكون. ففي هذا الحقل استحققت التهنئة في أقنومك الأول. عصام الشاعر، في الحدادين أنت في بناء حجر زاويتي، خورسقف يوسف الحداد، معلم صاحب الأجنحة المتكسرة ومارون، وعلى بعد أمتار من مارون عبود صاحب المجموعات، وفي عين كفاح صاحبة القلب المفتوح،
على استقبال الوافدين إليها جامعة أهل الحق من قضاة ومحامين وأهل القلم من شعراء وناشرين وأهل الأرض من فلاحين وعاملين، وقد اجتمعوا جميعهم على النقاء والصفاء. من سنوات بعاد كانت جداولك جداول الفيروس في إهداء الكتاب إلى من كانت حبيبتي من فيروز عينيها هذه الجداول، استعارة لون الفيروز للعينين، والجداول جداول النور، وعندك تقليب الصورة وتدقيقها في ألوانها وظلالها وهي تحمل الحنين والعرقة ولمحات من التحليل النفساني في الضياع والتردد والشهوة، يذكرني بجوزيف جيم على غير تطابق. أغمغم أمشي ولا أفهم، أحب تحبين لا أعلم، تراني أحبك لغز الهوى وأطيب عمري الهوى المبهم، تبث عيونك إن الدنى لذائذ، إن الهوى سلم، وتقفل دربي فلا أفق يصحو، وأسأل أسأل لا أفهم، وأشرب إما همست بصوت يتبتب هيا فأستسلم. وفي شعر عصام حداد لمحة قروية ورقة وجدال حلو وعتاب في أخذ ورد قريب من كلام الواقع المحكي. كفانا بربك أخذ ورد، أما لتماديك وعي وحد، وفيه عتب على الحلوات على الشعراء حين يسألنا لغيري أنت بعدك من أحب، أليس لنسوة الشعراء رب. ويحسن عصام تحويل تجربته الشخصية إلى شعر، فيترك فيها قارئه وسامعه في رقة صياغة وانسياب صورة وشراسة حب قد تصل أحيانا إلى تقطيع المحبوب وتنتيفه. فإذا كان وئام في الحب وثمرة، رق الشاعر صاغه في حنان المحب وولهه. أما إذا حل خلاف في الحب، كان عصام متشاوفا مذكرا بجميله وحسن صنيعه وفضله، إلا أنه في أي حال كان عليها يبقى معترفا أن الحب كان قبلنا وسيبقى بعدنا، فيسأل المحبوب نسيت، ويجيب الحب أنا الحب من قبل أن تولدي، فمن كان من قبل أن أولد. وعصام حداد في من جراحي الموجه إلى روح والديه يعترف بأنه تعلم منهما حب ربه ووطنه والإنسان، ونخلص إلى أن شعر عصام حداد خلاصة تجربة شخصية ممزوجة بتجربة إنسانية مجلببة بالشعور والحرارة وصدق البوح، مقتصرة على قيدوم الشعر الغزل بجناحه الرفراف وخياله البهيم. عصام الناثر في كتب عصام الأربعة النثرية التي قيد لي الاطلاع عليها، وجدت عصاما ابن قرية أصيلة من سنديانتها وساحتها ومعصرتها وجرس كنيستها وقضيب معلمها، ولعل القضيب ذاته الذي يحمله المعلم في قصص مارون عبود، والجاروشة والمخر والصند والنير وعرس اللذين لقيا واحدهما الآخر فكانا إدري ولئي غطاها. وجرس الكراز المتشاوف القائد الذي ذكرني بعنز أمين نقله على ما في واقع العنزين
من خوف عنز أمين نخلي وصلاته ألا يبعث به الله إلى المدينة، في حين أن عنز عصام قائد قطيعه إلى رحاب الحرس والبور. وميزة نثر عصام حداد انتقاء كلمات تتجانس أحياناً وتتناغم، وتتصادم أحياناً أخرى وتتنافر، وفي كلتا الحالتين نسمع رنين الكلمة. عصام حداد، وأنا إذ أقدر فيك أصالتك وجمال وصفك قريتك وقرانا وحسن استقبال قرانا لزواره وكبر تقديرك لطلوع طبيعتنا من حضن الإله وراحة عينيه في التطلع إليها وجموح الأغبر والأعتر في الفلاحة ودقة ملاحظتك لحركات القبرات المرفرفات بين الأثبات المفلولة حديثاً تفتشن عن حبة أو جودة أرض، ورغم أنك أصبت معظم موضوعات القرية، ورغم نبرتك العنفوانية، ورغم ما في كتاباتك من نزعة إنسانية، ورغم عشاياك في الريف، ورغم استراحتك إلى حضن المرأة وصدرها أماً وحبيبة، ورغم ما أقدر من جمال في شعرك ونثرك، ورغم أنك عانيت آلامك في الحياة وآلام الوطن وجراحه وجراح العالم، ومع اعترافي لك بفضل إدخال المدرسة المهنية إلى منطقتنا، ولأنني أتمنى لك طول حياة، ولأنني أنتظر منك مزيد عطاء، فإنني وتمسكا بجدية البحث والنقد أمتنع عن إصدار حكم أو وضع صفات نهائية لأدبك، لأنني ما زلت أنتظر الكثير الكثير من عطائك. فباسم اتحاد الكتاب اللبنانيين وباسمي الشخصي أهنئ المجلس الثقافي في بلاد جبيل، وأهنئ نادي العلمين عين كفار لاهتمامهما بمستحقي التكريم في هذه المنطقة. أهنئك بخمسينك في العطاء الأدبي، كما أبارك لك أولادك في الشعر والنثر، لأن كلمات الكاتب لبنات بنيانه، وأجمل التكريم هو الذي نقيمه في حياة مستحقه ونسمعه كلمة شكر وتشجيع على نتاجه وعطائه تساوي آلاف الأوسمة على مقدم. هنيئاً لك التكريم، وكثر الله أبناءك الكتب وأدام ثالوثك التعليم والشعر والنثر. صانع الدواء يشفي الجسد، وصانع الكلمة يحيي الروح. منذ البدء كان الكلمة وحل فينا وصار الإنسان جسدا وروحا. ألم يقل سبحانه وتعالى في سفر التكوين: إن الرب الإله جبل الإنسان ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار الإنسان نفسا حيا. الدكتور نوفل نوفل صانع الدواء لشفاء الجسد ورسول كلمة كرئيس للمجلس الثقافي في بلاد جبيل، والمجلس الثقافي الجبيلي صانع الكلمة يحيي بها الروح، فصارت بلاد جبيل جسداً وطنياً وروحاً إلهياً. حياك الله يا نوفل
فأنت تبذل من كفك في المجلس الثقافي وتبذل من وقتك للمجلس الثقافي وتبذغ من فجرك فجراً للثقافة في بلاد جبيل، من جبيل بالأمس إلى عبادات، واليوم عين كفاء، وغداً ترتج وقرطبة والعاقورة وعلماء. مواسم ثقافة على بيدر المجلس الثقافي، مواسم خير وبركات للمثقفين، ومشاريعك رؤى وطموح، وأنت لها القادر والمقتدر. ألم يقل الشاعر يوما بمثلك على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. بدي اطلع فيك يا دكتور جورج، بدي ضيق شوي. مع بركات، مع بركات من روحانا الذي نتشفعه هنا لك المنبر، تفضل. مساء الخير، وما تواخذوني يمكن تاخرنا شوي عليكم. شو تطير؟ مرة ولا إيه؟ كلمة حلوة. أقسمت، أقسمت أن لا يتيه الصدق في أدب، فكل صدق لديه صانه قصب. يا عاصر الخمر دع في كرمه لغد، ما سوف نعصر خمرا ونلتهم. يا سائلا جوده حاذر عطاء يد، تجود بالخمس إن أوصى بها الكرم. ما ذنبه، ما ذنبه إن أتته البيد والهة، ومن رحيق يديه تسكر الأمم. عصام حدد. أيها السيدات والسادة، عندما ندخل حديقة عصام حدد الأدبية نحتار. الدهشة سرور، الانتقاء شبه مستحيل، العطر يفوح من الكلمات المصقولة على نول من ذهب، من ذهب على نول من تعب. تتعبك حديقته وتفرحك. هذا الذي سيل من عمره 50 عاما حبرا، والحبر ويحك نور أسود. المعاني ثمار أحسن اختيارها وأحسن الاهتمام بها. عصام حداد هذا الأديب وهذا الشاعر الذي يحسن الزرع جيدا، وجيدا يحسن الاهتمام به. حذر هذا الرجل، دقيق دقة الفطنة، رهيف رهافة النسيم على وجه الضوء، يتقن لعبة تناغم المبنى مع المعنى. لقلمه سحر، لقلمه أصالة الزواقة، في عمقه ناقد لذاته، لا يرحم ولا يداهن. عصام حداد وفي لإرث تحدر عن أقرباء له ملهمين وملهمين، وفي مقدمتهم الخوري أسقف، عفوا، يوسف الحداد، هذا الكبير الذي اطمأن لأن الخلف الوفي كان من الأمناء على الأوراق المذهبة، إلى جانب رسمه لنفسه خطا واضحا في دروب العطاء.
وهو أيضا وفي ويقظ من صاحب على المحك الغائب الحاضر الكبير مارون عبود. فالذي يمتهن مهنة الكتابة والتأليف ويحرسه الحداد وعبود كيف لا ينتج نتاجا مميزا ويعطي لمعات في الأدب تضيء وتبهر. أيها السادة، لن أحصر كلامي حول كتاب معين للدكتور عصام حداد، إنما كما قلت في البداية دخلت حديقته ورحت أقطف من ثمارها، وما لفت انتباهي مدى نزعته الوطنية، فهي قراءة خاصة في الأرض والتاريخ، هي هتاف من الأعماق في إطار المشاركة بالشعور العام. مد من أرزاتك الخضر جسورا وشراعا، واحمل التاريخ والمجد قراعا وانتزاعا. دكتور عصام حداد، إلى جانب نزعته الإنسانية بما تعنيه من توحد الناس بالجرح ومن تلاقي الغائب والحاضر والآتي والغابر، هذا غيض من فيض. فكتب عصام حداد ودواوينه مليئة كغيوم العواصف مطرا وكرحلة الأنهار في موسم الأعاصير. هذا الذي أتقن صناعة الشعر مستندا على موهبة هدارة وعلى حذر متقن كجوهري يشتغل عقدا لجيد ملكة، كما أتقن صناعة النثر وامتاز بأسلوب فني مميز، فأتته الصناعتين ورفعتاه إلى طريق القمة ووضعتاه إلى جانب الكبار. دكتور عصام حداد، أنت ركيزة من ركائز مجلسنا الثقافي في بلاد جبيل، أمثالك يعتز بهم أي مجلس أو هيئة ثقافية، ونحن عندما نكرمك إلى جانب اتحاد الكتاب اللبنانيين ونادي العلمين نكون قد زدنا زهرة على إكليل الكلمة المرسومة على رأسك وعلى مسيرتك 50 من رحلة التعب والفرح. أيها السادة، سلام إلى عين كفاء هذه الأرض الطيبة بطبيعتها الخلابة التي تركت في نفسية من نكرم اليوم انطباعا وشعورا بالغبطة، فكتب من وحيها مواضيع يصف فيها التراث والتقاليد والمناظر الطبيعية بغاية الدقة والأمانة، والتي أثمرت أدباء وشعراء ورجال دين وأساقف ومدراء عاميين كبار وقضاة وإعلاميين أمثال زميلنا في مجلسنا الثقافي الأستاذ وليد عبود، والتي أثمرت أيضا أناسا قلوبهم مليئة بالمحبة والكرامة والشهامة. وشكرا. المحامي الأستاذ إيميل الحايك، شاء أن تكون له كلمة بهذه المناسبة التكريمية لصديقه الدكتور عصام الحداد وابن بيت الكلمة والفلسفة واللاهوت، لا يرد له طلبا، فتفضل أيها الصديق العزيز إيميل الحايك. مرايا السماء
كتب لي بعدها لجريدة النهار وضاعت مني. لما وصل لي كرته زروا العمر. أيها السادة، عنوان الكلمة عصام حداد أو فردوسنا المفقود. كنت أعرفه بقامة فخر الدين المتواضعة، ولكن عندما أهداني مجموعته مرايا السماء فإذا بي أراه بقامة فخر الأدب بهذه القامة العملاقة. عند هذه المرايا وحدها أوقف عدسة المنظار لأرى هذه المرايا تعكس الطبيعة فتؤلفها، تطيب الحياة وسطها من تفاهاتها ومن صغيراتها ومن وجوهها. يمرر قلمه على مرايا السماء يغسل بها الأرض كقطعة من ربوع السماء صفاء، يعطرها، يرونقها بكيمياء كلمات صغيرة من تراب تحيلها إلى ذهب، إلى لون آخر، إلى سطوع آخر، إلى مذاق آخر. دعوني لانقشاع الرؤية أقرأ من هذه المرايا. وسلحت بين البيوت غنمات جاري الصغير عند الصباح، تسير الهوينة بوداعة ورضا. لا مش حاطط هويني التليفون على هد. تسير الهوينة بوداعة ورضا على هد أداة منجيرة يفرغ هذا الراعي جراحه في ثقوبها، فتتفتح ضروع الوهاد تستيقظ عليها، وتتناغم الأفنين وتتساوق الزغردات في كل غصن وفي كل جناح. كلهم استيقظوا قبل الصباح، غير أن الجدول الرقراق ليكوها الصورة، غير أن الجدول الرقراق وحده هو المستفيق الأبدي الذي من قطع بواح الشجي يرتل على الزمن أناشيد البقاء. مع هذا لك يا عصام ألف تحية من صلاة العنز ومن معاز الضيعة لجدولك الرقراق هذا، مستقى هذا العنز. أعود، دعوني أقول بأن هذا الشاعر كأنه وجد مبراتا لقلمه أهدته إليه جنية ساحرة من حنايا هذا الوطن، راح يبري بها قلمه، يغطه بالعطر مطيبا به مطارح هذا الوادي، من منبسطه إلى جبله إلى شجره إلى عليقه إلى ناسه إلى رائدات عيونه، مصورا واقعها كما لا بد وأن يكون، درس في عيش جمالات العمر. فكأنه وإياهم في مصنع خاص بجمال الطبيعة وجمالات الرؤى، وبكاميرا تطوف على مطارح الجمال لا تتمالك معها من أن ترفع يدك بألف آه على جمالات الأرض، خائلا مع فيرجيل عبارته الشهيرة: أو تيكوي كواتيركوي بياتي أو تير كترفوا بني، وعلى جمالات السكريات القائمة في أحلامنا مع فرلين الآسي بقوله: سوفينير سوفينير كيف تدموا. عصام حداد، دعني أسميك العطار لا الحداد. من قال أن شعرك هو نضار الأدب؟ أنا قلت هذا. كيف يا صبي أنت تغالي؟ من قال أني أغالي؟ لا أحد منكم. أيتها الأحلام الجميلة الصادعة في أدب عصام حداد، متى نلقاك وكيف نلقاك؟ لك أقول، لها نقول: بركت أيتها السماء واهبة هذه الجمالات للأرض، ولو كانت في حلمنا ولو على أجنحة خيالاتنا على حد قول سقراط. أيها الأخوان، إن الأدب
هو الإنسان الصحيح، الإنسان اليافع، الإنسان الراقي، الأدب. وإن ظن أهل الكمبيوتر أنه سقط عن عرشه فهو في حياة أصحاء البشرية رفاهها ورونقها، حذاؤها عن هوان الأرض. بدونه نحن صمم آلة، نحن غبار سابلة، به تلت عن كفاع ترقى قمة حرمون. كلا، أنا لست في وادي السرسرة، أنا في قمة التأمل. عصام حداد، أنت صوت صارخ في برية فردوسنا المفقود، أنت حلم موجع، أنت وفيروس سنوان. فإذا كانت هي ساحرة الأذنين والقلب فأنت ساحر العينين والروح. يا ساحر العينين يا حلمنا، تقول العاشقة لعشيقها عند فيروز. سلام عليك يا عصام، وأنت لست بعصامي، ما دمت ناقلا مراتع جمالات السماء إلى الأرض بمثل هذه المرايا. مع روائك هذه سيأتي يوم، وهو الآن الآن، يقف أمين نخلي وفؤاد سليمان وراجل عشقوتي، يقف كل منهم محتشما أمام أدبك، وأنت في ذروة في سدة المستوى المنتهى هذه. كما وأرى عمالقة القلم أنسباؤك من على هذا المنحنى، الخول يوسف الحداد ومرون عبود يؤدون لك التحية وأنت في هذه الذروة. فسلام عليك، سلام عليك اليوم وغدا. اذهب اذهب، فأنت دوم حي في أناشيد الأرض إلى فردوسها المفقود. بعتقد الوقت طال كتير، ولكن ختامها مسك. بدنا بعد شي 10 دقايق في مجموعة دروعة وميداليات وتقديمات للدكتور عصام بهالمناسبة هاي. بداية في درع من المجلس الثقافي بقدمه رئيس المجلس الدكتور نوفا نوفا. التجمع الوطني للثقافة والبيئة والتراث، رئيسه الأستاذ طوري أبو جولي بيقدم الدرع للدكتور عصام الحداد. بشكر المجلس الثقافي لبلاد جبيل والرئيس دكتور نوفل نوفل على الفرصة، فسحوا لنا مجال لنكرم الصديق العزيز دكتور حداد ونحيي هالضيعة الكريمة، هالضيعة الوديعة المعطاء، ونحيي رسالة ومسيرة أستاذ عصام حداد. آسف، بطلب من رفيقنا أستاذ محسن جمال رئيس جمعية سلامة البيئة والتراث ورئيس بلدية بعلبك الأسبق أنه ينضم لنا إذا بتعمل معروف. يا ريت دكتور نوفل بتسلم معنا عمل معروف بالدرع. يا ريت سعادة الأيمان النشيطة اللي عطي التفاتة كبيرة للثقافة من هالجبال فيها. أستاذ جورج كريم،
شاء الله المجلس الثقافي بضل عندكم محطات تقدير ووفاء، فيضل في عنا عطاء وابداع ببلادنا، وتضل سنين المجد تتجدد على وطننا المفدى. شكرا. دكتور بديع ابو جوده الرائد البيئي الاول، تفضل. شو جاي بدي معك يا بديع؟ هيدا عذاب ولا بدو جوده انت بديع؟ البيئه قسمان، انفيرونمون باتريموان كولتوريل باتريموان ناتورال. بقى كيف بالحري إذا جمع الدكتور عصام بين الأدب البيئي، البيئة الثقافية في كتبه وفي حياته وفي تربيته، ومرايا السماء وأخوات مرايا السماء وأخوته وأخوته. تحضرني أسطورة، ما مش أطول عليكم، ربنا عطى فرصة للقديسين والأولياء نهار كامل تروحوا مطرح البتكم وعشية بترجعوا على الجنة. راحوا نبش عليهم بالليل ساعة 9-10 بعد ما رجعوا، وينهم؟ راح برب عليهم بأمريكا، ما لقيهم بأوروبا بأوقيانيا بأفريقيا. وين معقول يدقونوا مونسنيور؟ قال لك بعد في ضيعة صغيرة وبلد صغير اسمه لبنان. وقال له اجا هيك شاف تحت الأرزات بفوق قصم، وقصم تاني شافهم تحت أي كتبات حداد هالسنجان الكبيرة. قال له أولم أقل لكم أن تعودوا إلى الجنة؟ نقزوا كلهم سوا. قالوا له بستعيرة من عصام، بلادنا وجه الله، بلادنا مرايا السماء. قالوا له أوليست هنا الجنة يا خالق الأكوان؟ ختام الدروع درع من معهد الأبجدية، درع وفاء وتقدير وعرفان بالجميل لنضال الخمسين سنة للدكتور عصام حداد. بتقدم الدرع جينا مخايد. استهلال حفل توقيع كتبه الأربعة بالتقديم والتعريف. قلت ما لك يا رجل وقد ابيض شعرك وخفت يداك واستدق جسمك في الأرض، فلا تغوي منبرا ولا تهوى مستمعا، وقد تكون صبية حسناء تسبي العيون بأفضل منك للمشاهدين والمستمعين، ولكن الخمسين من حسن الجيرة والجوار في مدينة جبيل أبت إلا أن تنتصب وتمشي إلى خمسين التكريم في عين كفاع، لتشهد في وقفة تقدير وعرفان بالجميل لعصام حداد لحامل جائزة جبران العالمية من أستراليا، وجائزة الشعر لمرتين في لبنان، وجائزة الاغتراب اللبناني من أوهايو، وجائزة الأقصوصة في لبنان. لأشهد ولنشهد للدكتور عصام الحداد قبل أن يدركنا المغيب، حتى إذا أدركنا قلت يا نفس اطمئني فقد أديت في بلدة العالمين الشهادتين، الشهادة لعصام حداد
والشهادة لكلمة الحق. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. والكلمة لعصام حداد. كيف بيقولوا الإنسان ما بيتكلم بضيعته؟ يحا نبي عيني فيها. الشكر لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان على بادرته متمنيا أن يعينه الله على إتمام مسيرة الإنقاص. الشكر لفخامة الرئيس الشيخ أمين جميل متمنيا أن يظل البيت المبني على ضلوع الشهداء في سبيل الوطن مواليا رسالته، ممثلا برئيس الإقليم المهندس الأستاذ رجوز الصغير. الشكر لغبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أن يعطيه الله النعم لخدمة الطائفة والوطن، ممثلا بحضرة الأب توفيق بوهدير المتفاني في سبيل الكنيسة والنبوذ. الشكر للدكتور سمير جعجع رئيس القوات اللبنانية ممثلا بالأستاذ شربل أبي عقل. الشكر للنائب سيبون أبي رامية على بادرته الطيبة. الشكر للنائب الأستاذ عباس هاشم. الشكر للأستاذ وليد خوري. الشكر للمجلس الثقافي في بلاد جبيل بشخص رئيسه الدكتور نوفل نوفل الساعي لخير الثقافة بكل تفان وعطاء. الشكر لاتحاد الكتاب اللبنانيين بشخص المحامي الموسوعي الأديب فيليب أبي فاضل. الشكر لنادي العالمين الذي كان لي شرف تأسيسه وإطلاق عليه اسم العالمين مارون عبود والخوري يوسف الحداد. لشخص الإعلامي الكبير الحبيب الأستاذ وليد عبود. الشكر للشاعرة فيكتوريا سناموني نصران التي عرفتها على مقاعد المدرسة وتمنيت أن تكون من نصيب المنطقة والله استجاب لي. الشكر للدكتور سهيل مطر نائب رئيس جامعة الأردن، رجل الكلمة الأنيقة المميزة بظرافتها وحلاوتها وحبها. الشكر للإعلامي الكبير رئيس مجلة الروابط الحركة الدائمة الأديب الذي لا يرتاح حتى يعطي من قلبه وروحه وفكره الأستاذ جورج كريم. الشكر للدكتور بديع أبو جودي رائد البيئة في العالم وله أكثر من 30 مؤلفا بمختلف شؤون الفكر. الشكر للساهر أبدا على التراث اللبناني وتكريم المبدعين الأستاذ طوني أبو جودي، ويا ريت كل أصحاب المال بيعملوا مثله. الشكر لنسيب الغالي المحامي الأستاذ إميل حايك، أتمنى أن يخرج من ذخائره الأدبية كما القانونية جددا وقدماء. الشكر لسعادة القائم مقام والشكر لسعادة السفير الباووي المطران إدمون فرحات مقدم ممثل عبد العظيم إدمون فرحات.
الشكر لكل الذين تعبوا في هذه القاعة، ولا سيما الشكر الخاص لرجال الدين والأدباء والشعراء والذين أتوا من المتن ومن مكفية ومن كسروان ومن الشمال ومن بعلبة. الشكر لجميع المنظمات ورؤساء الفعاليات البلدية والنقابية والقضاة والفعاليات العسكرية والمصرفية، ولا سيما الذين أتوا من مكفية. شكرا للجميع، والله يديمكم وتفضلوا على نخب المناسبة. Thank you.